متى نقول في جواب الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حيث سمعت من يقول إنها تقال بعد الشهادتين ومن يقول إنها تقال بعد فراغ المؤذن، أفتونا مأجورين. الأمر فيه سعة ولله الحمد، سواء قاله في أثناء الأذان أو قال ذلك بعد الأذان، لكن المتأكد هو أن يتابع المؤذن، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ المؤذن فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة تامة الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وإن زاد على ذلك قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا فلا بأس بذلك، أو قال ذلك أثناء الأذان. نعم.